احوال احنا نخرجه يرفع مشاهداته ويشهره. نعم يلحق رفيجه. نعم يلحق رفيجه اللي قبله. يرفع من اول. ف احنا بهذا المناسبه احنا نزف البشرى المتسابقين ان شاء الله مقدمين على نسخه ممتازه ونسخه فيها نجوميه عاليه. انا لاحظت على النسخه ولا قاطع اللي بخلينا اخلص. وبهذه المناسبه احنا لازم ناخذ معكم النقاد الحصريين بعض الملاحظات اللي احنا لاحظناها في المنتجع وهي سلبيه. الاوله اللي هي الجوالات. ايه الجوالات اخوي عمر وش اثرها على المتسابق؟ كشاف ولا ايفون؟ والله عاد حسب المقبوض عليه. والله شوفي يا اخوان الجوالات دي ما احد يستغني منها، ولا مانع اذا اعطيتهم مجال يكلمون، واذا ما اعطيتهم مجال لابد المتسابق انه هل فيها سلبيه على المتسابق؟ فيها سلبيه اكيد، يتاثر بينه وبين خويه، يروح يقرا منه ولا منه ولا يسوي حركات ولا يسوي شيء. ها يجي سبب تشاحن. اخوي عادل بن هيف احنا لاحظنا بعض المشاكل الموجوده في المنتجع وكانت سبب من اسباب الجدل في الخارج. اركض لا عشان الصوت يطلع. ايه بعض النقاط اللي انت علقت عليها وكانت موجوده عندك، عطنا بعض النقاط اللي انت عرشت عليها يا اخوي عادل. والله شوف انا تبغى نبدا باللوكيشن ولا تبغى نبدا في والله اللي تشوفه. انا ودي بس المخرج يحط على الزمزميات. ايه الزمزميات عندنا الزمزميات هنا، ودي المخرج يحط على الزمزميات. شوف اللون الاصفر بالله، هذا لون يعني انا لابس نظاره الحين، هذا لون زمزميه قهوه؟ والله شوف يا اخوي ابو هيف، اللون الاصفر. ايه اختر اللون الاصفر عشان تحير ابوك يحتار. بس هذا ما هو لون، هذا 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 الاصفر شيء قوي. طيب اللون الثاني يا مخرج حطه على اللون الثاني، بس اللون البني. اللون الثاني جنب الاصفر يحتار معه. لا ما يصير كذا يا ابو هيف، ابو جوي أبو هدار. جوي ابو هدار ما ينفع. دقيقه بس بضحك هنا غمزات. وجوده جوي. طيب اخوي عادل بن هيف، احنا لاحظنا بعض الملاحظات على المتسابقين، منهم اللي قلد ابو سلطان. ابو سلطان ما حد يقلده. ابو سلطان اللي بيقلد ابو سلطان هذا ما عنده سالفه، ابو سلطان نجم عشان اثبت نفسي، والباقي الامور طيبه يعني. ولكن انا ابغى اعرج على غرف المتسابقين. اي بالنسبه للمتسابقين غرفهم يعني يشتكون من المكيفات، يشتكون من كثره المتسابقين في غرفه واحده، ويشتكون من جوي جوك، ويشتكون من الباب ما في باب. تخيل باب الغرفة اللي تحت ما في باب، يعني معليش إذا ما تقدرون يا أخي تواصلوا مع تويتر الناس اللي إذا حين في مصممين، في حقين خشب، في حقين بيبان. الله يعطيك العافية، تواصلوا معهم بيعطوكم أراء. حنا يا أخوي عادل كلامك صحيح وفي محله، ولكن حنا إن شاء الله مقبلين على تطور، وحنا إن شاء الله مقبلين على تميز، وكل المتطلبات إن شاء الله أنها بتحقق من الإدارة. أنت وش رأيك في اللي قلدونه ابو سلطان؟ راعي السلطه. والله ابو سلطان نجم ممتاز ومعروف، وابو سلطان من السلطه العليا، لكن في ناس امس مثلوا السلطات العليا. وفي كلمه بقولها، اكحل عن عدوك لين تعميه. هذا بما يتعلق بالوان المطبخ. بالوان المطبخ وفي كل حاجه. طيب. برنامج ناجح وبدايه موفقه. طيب خلونا ننتقل لمحور ثاني. احنا نقدنا بناء لعنان السماء، هذا نقدنا، ما في اي تجريح، ما في اي هلا نقدنا هنا هنيه. نعم لما طلعنا اخوان محبه وتقدير. نعم رايك المتسابقين يا ابو متسابقين ربع. انا ودي بس المخرج الله يهينه يحط الكاميرا على الشباب. وجهه هناك الجدران، وجهه هناك. شوفوا المتسابق اليمين، شوفوا كيف اللبس، شوف كيف هذه جلسة واحد متسابق، واللي جنبه هذا اللبس له ثلاث أيام ما غيره. ليه؟ والله واللي بالوسط شوفوا ايش اللون هذا، معمي اللون هذا. أبو هيف ولا قاطعك، الرجال ذول لا اسمع بس دقيقة، اللي بيعيشون الواقع. لا ما يعيش الواقع عندي باللون هذا. هذا اللون معمي للعيون. اكحل عين عدوك لين ما تحكي العيون عيون ذا عدوك. شوف اللي جنبه، شوف نظراته للكاميرا كيف.
واللي جنبه ياكل اندومي، كيف كذا؟ يعني المتسابق اللي يجي هنا يجي باسم البرنامج جنتل، بجنتل بثقافته، فكره، بادبه، بخلقه. يعني الرجال هذا اللي هنا، شوف له بس المخرج يحط لي على رشيد، رشيد ترى ما يدري لان الكاميرا عليه، ترى رشيد رجله اليمين اطول من اليسار. هذه المشكله ليه؟ احنا طيب في النقطه دقلات. هذه النقطه هذه لازم نعرج على موضوع، الموضوع هذا يتعلق برشيد اخونا رشيد، نطلب منه مداخله، المداخله هذه لازم انها تجي بما يتعلق عيونه دايم للكاميرا، يجيك نفداك يدور الكاميرا ويعاين فيها. الاشكاليه هذه، هذا المتسابق مفروض يطرد، ايه يدور الكاميرا ويناظر ولا يا ابو هذان. والله شوف يا ابو تعال يا رشيد، نطلب مداخله من رشيد، يمكن عينه فيها شطحه. نسمعك يا رشيد، تسمعنا؟ رشيد انت ايش بلاك على الكاميرا؟ كل ما مرت من عندها تصورها بعينك، فيك بلاء؟ والله يا ابو حزام لدى الحين ما تعودنا، والعين عاد فيها بيني وبينها مشاكل. انت كيف قبلوك في البرنامج؟ والله قبلوني مثل ما قبلوك يا ابو حزام. في حقيقة الواقع، في حقيقة الواقع انك معك حق، لكن ان شاء الله ان كلنا في الحال واحد. الله يعطيك العافيه يا رشيد، ما قصرت. لا تزعل ابو حزام، من حقيقه اخونا رشيد احنا كلنا اخوان، كنا متسابقين. هذا ابو هذال هذا المفروض يطرد هذا. نعم. لا لا شوف، لا المتسابق هذا الواحد يتقبل النقد، ما يصير كذا. مثل ما تنتقدوني ينتقدكم، لا 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 ما يصير، وتقبلوا مثل ما قلتوا له قالكم. احنا كلنا نمثل قناه الواقع، وكلنا هذا الكيان العظيم. احنا وصلنا للختام فقرتنا، نبالنا كلمه ختاميه منكم، كلمه انا عند قادر الحصريين. انا قبل ما تعد ابو هذال، انا في فقره المطبخ. نعم. في بعض المتسابقين يدخلون بدون لا لبس، هذه اشكاليه. كيف بالله هذا الشيء ما يصير؟ هذه النقطه مرت علي يا اخوي ابو هيف، من غير قصور في ابو حزام، بدات بخصوص اخوي ساير. انا اقول ساير اذا النهار. ساير انا عندي فكره، تحطوا له خيمه هنا ويدخل يطلع راسه من فوق، بس احس انه بتركب عليه، لان هذا لو تعطيها ساير صارت مخبله. تحيه لاخوي ساير، تحيه لاخوي ساير، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. في ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر متسابقينا على إبداعهم المتجدد ونجوميتهم اللي هي مستغربة، وإن شاء الله أننا نوعد مشاهدينا الكرام في إبداع متجدد في كل يوم يتجدد. في هذا نهاية الحلقة نبقى نتكلم حنا وياكم عن الوقف. الوقف له حق علينا. عطنا كلمة أخوي برباح. والله الوقف كله 300 ريال، وإن شاء الله أنها لك ولوالديك ولإخوانك 300 ريال مدى العمر، عن طريق الرابط اللي تشوفونه الآن أسفل الشاشة، مخرجنا يحطها أسفل الشاشة. 300 ريال. تفضل. نعم. يا أبو. أبو هذال. أقول عسى الله يوفقنا وإياكم ويدلنا ولا يغوينا. ساهم 300 ريال شيك لك في الدنيا وفي الآخرة. والدال على الخير كفاعله. الرابط والموقع والرقم الموحد على الشاشه للاستفسار والتواصل والاتصال. عسى الله يوفقنا وياكم، وله انت يا اخوي حزام، وفرصه سعيده مع اخوي ابو هيف. فيها مداخله من احد المتسابقين، تفضل يا علي. نسيت برضه بالعافيه. عطنا بيتين يا ابو هذال، الله انت يستاهل ابو هادي. عندي بيتين طائرفه. سلام والمبدا على رؤوس الجبال. اي رؤوس الجبال اللي مثل طلعه كرى. جيتكم يا سالم يا زحزوح الرجال. يا الوافي اللي قدم ما ترجع ورا. عطها ضحكه جوي. جوي والله متسابق هذا. ختام فقرتنا من فقرات روم لهذا اليوم، ان شاء الله نوعدكم فقرات متجدده ومواضيع متجدده. نشكر نقادنا الحصريين في قناه الواقع، الله يعطيك العافيه اخوي عادل بن في حيث. ناس بكره في لهم تفاهم. نعم نعم نعم، موعدين ان شاء الله نتفاهم معهم بكره. اخوي عمر بن هذال كلمه اخيره. اقول عسى الله يوفقك يا ابو حزام، رايتك بيضاء، احنا معك قلبا وقالبا، وانت ناقد ناجح وممتاز، ولا عليك من كلام الناس، واستمر والله يوفقنا وياك. عمر يقول في هذا ال سلام الله المتسابقين، عطونا المتسابقين نشوف في هذه الفقره يا مشاهدينا الكرام، نستودعكم من فقرات روم.